لأسباب كثيرة الضغط يرتفع، بس بعد يعني الكلام لوحده بيرفع الضغط، أما الواحد بينام ضغطه بينزل، وبينزل يبقى 90 على 60. لو كل واحد زعل ضغطه ارتفع جاله صداع كانت تبقى مصيبة. واحنا شعب زعلان أصلا. شعب زعلان من نفسه. احنا المفروض ان احنا شعب مرح. يعني نزعل. احنا شعب ايموشنال. هسألك سؤال، هو الضحك يقوي القلب؟ الضحك مفيد جدا لكل حاجة في الجسم. الاحساس الزعل بيعمل لزوجة، وفيها دليل من القرآن، ابيضت عيناه من الحزن سيدنا يعقوب لما زعل جاله ميه بيضة. فالزعل طبعا ده مشكلة كبيرة. لكن يعني تنصح مريض القلب ان هو ما يتعرضش لانفعالات حادة؟ الزعل من اكبر الكوارث اللي ممكن تخلي واحد مستقر يبقى غير مستقر. احنا عندنا مرض بيجي في القلب اسمه تاكوتسوبو، ان واحدة جوزها يموت او تيجي لها حاجة زي مظاهر الجلطة بالظبط من كتر الزعل، وتروح المستشفى وكأنها حاجة في الشرايين، انما هي كلها جت من الزعل على القلب. يعني الزعل خطر جدا على القلب. طبعا. طب هو لما الواحد ينام زعلان ممكن القلب يتعب بالليل؟ طبعا، ده من اهم اسباب ان العين تعب ان ينام زعلان.